تحية من القلب بوجهها لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. المجلة الصحية برنامج بيطل عليكم يوميا بكل فقراته مع ضيوفه المميزين. بالبداية بذكركم كون فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. لا انا بقدر اختار اني اكون بنت، ولا الشاب بيقدر انه يختار يكون شاب، ولا نحن منختار انه يكونوا هودي اهلنا، ولا هن بيختاروا او بيقدروا يحددوا اذا نحن رح نبقى لالن ايه او لا. اليوم الاختلاف ان كان بالرأي او الاختلاف الجنسي او الاختلاف بالتصرف، هيدا مش يعني خطية او هيدا مرض، بيكون اختلاف يعني حالة لا تشبه حالة اخرى. اليوم نحن بعاداتنا وتقاليدنا وافكارنا ياما باوقات كتيرة نجرح الاشخاص لما مندل باصبعنا عليهم بطريقة بتخليهم ينجرحوا، ينزووا، حتى ينتحروا او يعانوا الاكتئاب يلي ممكن نحن اذا نبشنا نلاقي المشكلة نفسها بقلب بيتنا ولكن من نوع اخر. شو هو موضوع حلقتنا؟ شو هو الموضوع اللي رح نركز عليه اكثر واكثر؟ شو هو اللي لازم نوعي الناس من خلاله لحتى يتقبلوا الشخص شو ما كانت انتماءاته او شو ما كان هو او شو كان او شو رح يصير؟ كل هالتفاصيل ضمن انترفيو. بيسرني استضيف بحلقة اليوم معي بالاستوديو دكتور شادي ابراهيم. اهلا وسهلا فيك دكتور شادي، حضرتك اختصاصي في الامراض النفسية والعصبية. نعم. يوم موضوع حلقتنا العنوان الأكبر هو الأسبوع الصحي الجنسي. مظبوط، أسبوع الصحة الجنسية حول المثليين والمثليات ومجموعة الميم. مجموعة الميم ما بتسموها حضرتكم، صح. لأنه بتضم كتير من تسميات حنذكرها خلال حلقتنا. اليوم حنحكي عن مجموعة الميم يلي هي قصة شاغلة كتار من الناس، صح. في ناس مع، في ناس ضد، في ناس ناتر. اليوم نحكم على الأشخاص مثل ما نحن منحب إن نكون، وهذا شيء ما بيتحقق. وأوقات كتير منظلم أشخاص بكلمة صغيرة، منكون عم نهين إنسان بكل معنى الكلمة، وهذا مش من حقنا ولا من وجبنا. خلقنا تنحترم بعض، وخلقنا تنحب بعض، ونحترم اختلاف بعض، لأنه ما في أشبهك ولا فيك تشبهني ولا في أشبه أمي ولا أمي فيها تشبهني، فيكون في علامات ممكن تكون مشتركة بين الآخر. اليوم إذا بدي أحكي عن هذا الأسبوع، خليني أحكي عن الدعم اللي عم تعملوه إذا بدك، أو عن الحمل اللي عم تعملوها كرمال تكونوا حقيقة تساندوا مقدمي الخدمات الصحية حول موضوع المثليين الجنسيين. شكرا اول شيء مدام جاكلين، بشكرك على المقدمه كمان يلي فيها رساله كتير حلوه. صح، نحن هلا لاول مره عم نعمل اسبوع الصحه الجنسيه. نحن الجمعيه اللبنانيه للصحه الجنسيه هي جمعيه مؤلفه من عده اطباء، نعم. في قسم منهم بلبنان قسم منهم بالخارج، وكل سنه نحن بنعمل نشاطات. السنه نشاط هو اسبوع الصحه الجنسيه اللي هو بعنوان التهميش مضر بالصحه، صحيح. فيه عدة نشاطات، منها مقابلة مع وسائل الإعلام، منها مؤتمر طبي إذا بدك، فيه أكثر من محاضرة طبية، فيه كمان محاضرة لتلاميذ الطب، لتلاميذ التمريض، وفيه إطلاق لثلاث فيديوهات كمان بتتطرق لموضوع له علاقة بالتهميش، مثل موضوع السيدة والتهميش، صحيح. على مرض السيدة، موضوع المثلية الجنسية كمان. مين نظم هذا المؤتمر؟ هل هن أطباء النفس متخصصين في الأمراض النفسية والعصبية؟ هلأ المؤتمر كان بجامعة اليسوعية، نعم. بكلية الطب، نعم. وكان في عدة اختصاصيين عم يحكوا، منها اختصاصيين بالصحة النفسية، اختصاصيين بالطب النفسي، اختصاصيين بالأمراض الجلدية والمتناقلة جنسيا كمان. والنسائية، بالإضافة للجمعيات يلي بتشتغل مع هيدي الفئة من المجتمع. كان عم يعطوا أكثر محاضرات علمية تيحسنوا المعلومات يلي عندها إياها، اللي عندهم إياها الأطباء ومقدمين. من أي ناحية عم تحكي عن تحسين؟ من أي ناحية بده يحسنوا المعلومات؟ هو نعم، هو هدف الجمعية الأساسي هو تحسين خدمات الصحة الجنسية اللي بتتقدم للأشخاص وللأفراد، ومنعنا فيها نحن كل مقدمين الرعاية الصحية، إن كانوا أطباء، ممرضين، مساعدين اجتماعيين وغيره. نحن بعد ما بنعرف مجتمع الميم، وما بنعرف انه هي فئة فعلا مهمشة، وما بنعرف من شو بتعاني، ولما نصير نفهم هيدي المجموعة اكثر
هي اللي هي وحده من الفئات المهمشه من ناحيه الصحه الجنسيه، في كمان النساء مهمشين. صحيح. لما نصير نعرفهم اكثر، نعرف شو المعاناه يلي بيعانوا منها، وكيف فينا نحسن خدماتنا. يعني ما يكون في تمييز، ما يكون في تهميش، ما يكون في نقص بنوعيه الخدمات، ما يكون في حكم على الاشخاص، لانه نحن كاطباء وكمقدمين خدمات صحيه هيدا دورنا بكل بساطه، مش دورنا نحاكم ولا شيء. بس دكتور تخلي كل هالناس يستوعبوا هذا الامر وما يقعدوا يهمشوا ويستوعبوا مثلي الجنسي او متغيري الجنس او متحولي الجنس. نعم. لازم على القليله، لانه هن ناطرين منك جواب تقنعهم او تقول لهم بدي اعرف هي حاله، هي مرض، هل هي ترند، هل عم ينبشوا على جواب. أوكي. لما بيلاقوا الجواب بتخيل ستيب باي ستيب ببلشوا يفهموا الموضوع ويتقبلوا. صح؟ صح، فهمت عليك. هلا هو التصنيف للمثليه الجنسيه كمرض بطل موجود من سنه 73 تقريبا. نعم. بس خلينا نحكي شوي تاريخ هيدي. نعم. الامور، دراسه الجنسانيه الانسان هي بس بالقرن العشرين، ما بينت قبل. والدراسات العلميه اللي كانت اذا بدك الميثود تبعها علميه وبترتكز النتائج تبعها بنقدر نوثق فيها، كانت من بعد الخمسينات. من بعد الخمسينات صار في كتير دراسات مقارنة بين أشخاص مثليين وأشخاص غير مثليين، وتبين أنه ما في اختلاف ولا بالأفكار ولا بالمشاعر ولا بشيء، معناته منه ما بيعتبر مرض نفسي. واستنادا على كل هيدي الدراسات اللي صارت بالخمسينات والستينات، الجمعية الأمريكية لتصنيف الأمراض النفسية والجمعية الأمريكية للأمراض النفسية أعلنوا بسنة 73 أنه المثلية الجنسية منه حالة مرض طبيعية. مزبوط، هي منا مرض، هي بكل بساطة هوية جنسية مختلفة عن الهوية اللي بنشوفها أكتر شيء، بس ما يعني إنها مرض. طيب هون بتضل حالة طبيعية لحين إنه الشخص يتذمر من الحالة اللي عايش فيها، حتى يعاني منها. نعم. يعني بيجي يلتجي لعند طبيب تيساعده إنه أنا مش مرتاح بهيدا الحالة، ليش عم بيصير فيي هيك؟ هون بتصبح هلا رح نحكي عن هذا الموضوع. لا، حتى ب 78 كانت هيدي مثل ما عم تقولي حضرتك ذاكرينا، بس ب 78 كمان انلغت المثلية الجنسية منا مرض، والشخص لما يرفض هويته الجنسية عم يرفضها لأنه عم يتعرض للتهميش بالخارج. لما نقول عن الخارج يعني قصدنا العالم الصغير يلي هو العائلة والأصحاب، والعالم الكبير يلي هو المجتمع، القوانين، اتسيترا اتسيترا. نفس الشيء على فوق، منظمة الصحة العالمية بسنة 92 لغيت المثلية الجنسية من تصنيف الأمراض، وبلبنان حتى الجمعية اللبنانية للصحة النفسية والجمعية اللبنانية للأطباء النفسيين لغيوا المثليه الجنسيه بسنه 2013 وبطلوا يعتبروها مرض. نحن كاختصاصيين بنلحق الجمعيات العلميه. أكيد. عالميا ومحليا. أكيد. لازم نتبع شوي ارشادات هيدي الجمعيات يلي بتقول انه المثليه الجنسيه منا مرض، وانه كل محاولات لتغيير الهويه الجنسيه يلي اصلا باقت بالفشل بالماضي منا محبذة، وبالعكس ممكن تاثر سلبا على الاشخاص. طيب تعال احكيك، رح تاثر سلبا، احكي عن الامراض كمان لازم يوعوا لها اكثر، ويكون في ثقه. نعم. كمان بين الطبيب والاشخاص خليني مختلفي الجنس، خليني احكي. نعم. احسن ما يفكروا اني عم بنعت بكلمه المثلي الجنس. خليني احكي، هون عم تتعاملوا مع مقدمي الخدمات الصحيه. نعم. يلي هي اطباء نيرس وكل الاشخاص يلي بيشتغلوا بهذا المجال يلي بيعنيهم مباشره او غير مباشره. صح. طب ما بقلب هود الاشخاص اللي عم تحكي عنهم في اشخاص مع وضد. مزبوط، بس نحن لما ندخل على معاينه طبيه ان كنا اطباء او ممرضين او مساعدين اجتماعيين او معالجين نفسيين، نحن دورنا صار مقدمين خدمات صحه. نعم. بكل بساطه بدنا نلحق الارشادات العالميه، شو بتقول الارشادات والمحليه طبعا، شو بتقول الارشادات نحن بدنا نعمل. وبقانون الاخلاقيات الطبيه من اول القوانين هي احترام الاخر بغض النظر عن اختلافه، ان كان اختلاف. صح. بالهويه الجنسيه، بالدين، بالعرق. صحيح. وبالجندر. صحيح. يعني اذا كان رجل او امراه. صحيح. ما لازم يكون في تمييز بخدمات الصحه اللي بنقدمها. ونحن من هذا المنطلق كان اذا بدك عم نحكي بهذا الاسبوع عن التهميش، لانه التهميش فعلا مضر بالصحه، وفي دراسات اثبتت هذا الشيء. يعني انا لما اكون مهمش ان كان بالكلام مثل ما حضرتك قلتي من شوي، او ان كان بخدمات الصحه انه انا ما عم بسترجي روح عند الطبيب خبره انه عندي مرض، انا صحتي بترجع لورا، وبنفس الوقت. صحيح. صحتي النفسيه بترجع لانه لورا. ما في ثقه بين هالشخص والطبيب.
صح، لأنه يمكن في تجارب سابقة فاشلة، يمكن في أصداء مش حلوة عن هذا الموضوع، زرت هذا الطبيب سمعت أنه خبر ما بعرف شو، ما كان عندي ثقة بالتعاطي معه، يعني هول اللي بيخلوا هالمثليي الجنس يوصلوا لمشاكل وأمراض يمكن هن بالغنى عنها كانوا. 100%. يعني كل الأشخاص لما يخافوا يستشيروا طبيب أو يستشيروا اختصاصي صحة، بكل بساطة بتتراجع صحتهم لورا، لأنه ما بيعودوا عم يتلقوا أحسن خدمات. نفس الشيء إذا في التهاب مزمن، نفس الشيء مثل ما كنا عم نحكي من شوي عند النساء الغير متزوجات يلي صحيح، عندهم حياة جنسية ناشطة، ما بيقعدوا يعملوا الفحوصات يلي لازم صح، من يعملوها ابسط سنويا. الامور يعني يلي ما بيزوروا طبيبهم لحتى يعملوا باب سمير، خوفا من انه طبيبهم يكون حكيم امهم او خالتهم وتنتقل الخبريه بالعائله وعم يعني. بيميز ضدهم صحيح، 100%. دور الطبيب هو انه يقدم خدمات صحة، دور المقدم خدمات صحة انه يقدم خدمات. هون رأينا الشخصي والأخلاقيات وكل هيدي الأمور حتى لو كان عنا إياها ما لها كان في علاقة. تجاوب؟ كان في تجاوب كتير كبير، المجتمع الطبي هلأ والمقدمين الخدمات الصحة صراحة صار في إذا بدك اطلاع أكتر على الموضوع، وصاروا يعرفوا أنه فعلا مجتمع الميم يلي هن المثليين والمثليات المتغيرين والمتغيرات، حوالي مزبوط، كل هودي الأشخاص هن بكل بساطة فئة من المجتمع، لبل مهمشة كتير مش شوي. حتى وزارة الصحة بلبنان ذكرت هيدي الفئة من الناس انه هي مجموعة vulnerable او مجموعة صحيح، معرضة لخطر اكثر مزبوط. نظرا للتهميش اللي بتتعرض له. شو اللي بيوصل له هالاشخاص هالمجموعة الميم؟ هل مزبوط الانتحار من ورا التهميش؟ هل مزبوط الاكتئاب من ورا التهميش؟ والرفض اكيد، وتفكك العائلة لانه بيرفضوا عائلته او بيرفضوها عائلتها، هل لانه بصير عندهم مشكلة السيدة يلي حقيقة هي واضحة وبيخبوها كمان، هل لانه ما عندهم معرفة ووعي او تشخيص حول مشاكل سكشوالي ترانسميتد ديزيز او حتى المشاكل النفسيه اللي بيتعرضوا لها بحياتهم اليوميه؟ صح، أول شيء واحدة من المفاهيم الخاطئة هي إنه المجتمع المثليين بمعظمهم حاملين مرض نقص المناعة البشرية. هون بس بهمني إنه صلح هذا المفهوم الخاطئ. هن بيقولوا هن اكثر عرضه لانتقال مظبوط، هلأ بكل بساطة فيروس نقص المناعة البشرية منه محصور بفئة في المثليين، كوبا هو رجل ومرته يعني طبعا بصراحه. طبعا كل الأشخاص معرضين له والحماية تنطبق على الجميع. صحيح، بالنسبة للأمراض النفسية مزبوط، لما يكون شخص إذا كان من أي نوع أقلية، إذا أنا بنتمي لأقلية المجتمع بهمشني، والتهميش بكل أنواعه إن كان على نطاق صغير أو على نطاق كبير أو على نطاق القوانين عنده تأثيرات كتير سلبية على الصحة النفسية، منها الاكتئاب، منها خطر الانتحار، منها أمراض القلق، منها حتى الصدمات، التعرض للعنف الجسدي، العنف الجنسي، كل هيدي الامور معرضين لها هيدي الاشخاص. ونحن دورنا مثل ما كنت عم اقول كمقدمين خدمات صحه انه نخفف وطئه هيدا التهميش على الاشخاص لتكون نوعيه حياتهم احسن بكل بساطه. ليش تقررتوا بس تتعاطوا مع كل الاشخاص المعنيين بالصحه يعني، مع الاطباء والنيرس وغيرهم وغيرهم، ما قررتوا انكم تنطلقوا بالمناطق وخاصه المناطق اللي بعدها كثير هالفكره بعيده عنا ومش قادره لا عن بعيد ولا عن قريب تستوعبها لحتى تنشروا الوعي اكثر بهذه المناطق؟ وهون شوي شوي بتخيل بس تبلشوا بالاصعب بتلاقوا الاهين صار كثير اسهل. هلا نحن كجمعيه طبيه مؤلفه من اطباء ومقدمين خدمات صحيه، يعني ممرضات معالجين نفسيين، بنحكي باللي بنفهم فيه. بقى نحن عم نتوجه للاشخاص يلي بيحكوا لغتنا. هلا في جمعيات اخرى بلبنان تشتغل على موضوع آخر بتشتغل على موضوع يعني، القانوني، تكملوا بعضكم. صح، اذا بدي بتشتغل على موضوع المخافر، كيف عم يصير في خروقات لحقوق الانسان، بتشتغل على اذا بدك القوانين، بتشتغل على الناحيه الاجتماعيه، على فيروس نقص المناعه. في كتير جمعيات عم تشتغل كل وحده على هدف معين، نحن بنحكي مع اللي بيحكوا لغتنا بكل اليوم بساطه. لازم يفوت الشخص عند الطبيب وفي ما يعطيه أي معلومات زيادة عن اسمه بحق له، هلا مفروض انه المريض يكون لما في يفوت عند سرية، طبيب، هذا قصدي، إذا صح، هو طلب المريض يكون في سرية بهذا الموضوع، ما يكون في ملف، مش اذا طلب حقه لأنه للمريض. السكرتير بتشوف الملف وبتفرجيه للسكرتير التانية تبع الغرفة التانية الكلينيك التانية يعني. حق المريض انه يحصل على خدمات صحيه بكل ثقه بكل كونفيدنسياليتي، وهيدي وحده من اول قوانين مهنتنا، مهنه كل مقدمين الخدمات الصحيه، انه ما يكون في احترام لسريه المريض، لسريه مرضه،
وبنفس الوقت ما نهمشه وما نميز اتسترا. دونك هودي قوانين المهنه، اذا هودي خرجنا عنهم يعني نحن عم نقصر لبل عم نعمل خطا. طيب اليوم كونك دكتور اختصاصي في الامراض النفسيه، كيف تتعاطى مع هذه الحاله؟ لو ما كنت حضرتك اليوم عم تعمل هيدي الحمله. نعم، انا شخصيا بعيادتي، انا شخصيا بعيادتي بلحق الارشادات اللي بتوصل لي، ونفس الشيء بالجمعيه اللبنانيه للصحه الجنسيه، كل الاشخاص يلي بيوصلوا للعياده لازم يوصلوا على مكان امن. صح. يحسوا بالامان. صحيح. يقدروا يحكوا عن المشاكل يلي بيعانوا منها. صحيح. وهدفي بكل بساطه خفف وطئه التهميش ونحسن اذا بدك انتماء الاشخاص بالمجتمع، يعني يرجع يكون عنده شغل، يكون عنده دراسه، قوي ثقته كمان بنفسه، لانه بمرحله ما بحس فقد الثقه بالنفس لانه بتهمش. صح، وحده من المشاكل النفسيه اللي بيعانوا منها هي كمان فقدان الثقه بالنفس طبعا، والوحده والشعور بالذنب. صحيح، يعني في كتير امور نفسيه بيعانوا منها هيدي الاشخاص. مثل ما حضرتك قلتي ما بننتبه. صح. على التهميش يلي بنعمله. خلينا دكتور شادي ابراهيم نتوقف مع فاصل، من بعده نرجع حتى نكمل النشاطات بهذا الاسبوع. عودة لكم مشاهدينا حتى نتابع المجلة الصحية مع ضيفنا دكتور شادي ابراهيم. برجع برحب فيك من جديد دكتور شادي. شكرا. حضرتك اختصاصي في الامراض النفسية والعصبية، موضوع حلقتنا هو الاسبوع الصحي للاشخاص المثليين والمثليات والمتغيري الجنس لمجموعة الميم، الصحة الجنسية طبعا. اليوم دكتور كنا حكينا وفسرنا وشرحنا بالبداية، ولكن خليني حكيتوا كان يعني تعاطيكم مع الاطباء المتخصصين بهذا المجال، وكيف لازم يتعاطوا مع الفرد ان كان صبي او كان شاب، ان كان مثلي او مثلي الجنس. اليوم دكتور مع الممرضات شو الشغل، يعني شو العلاقه، كيف لازم انه عاده قليل كثير تنتعاطى مع ممرضه؟ نعم، هلا بالمؤتمر الصحفي اللي عملناه الاسبوع الماضي كانت نقيبه الممرضات واعلنت دكتوره نهاد دومد. صح دكتوره نهاد دومد، انا كمان بوجه لها تحيه وبنشكرها كمان على اذا بدك تعاونها من هيدي الناحيه بهيدي الحمله. واعلنت كمان انه نقابه الممرضين بتتعامل مع كل الاشخاص والافراد من دون تمييز وتهميش. نحن كمان بنفس الوقت عملنا ورش عمل نهار الاحد الماضي بجامعه الامريكيه، كان فيها تلاميذ طب وتلاميذ ممرضين او تمريض من مختلف الجامعات اللبنانيه، واشتغلنا معهم على كيف ناخذ تاريخ الجنسي، كيف نقدم خدمات من دون تهميش للاشخاص. كانت ورشه عمل بتمتد على نهار بكامله. كيف يعني بتقدم خدمات بدون تهميش؟ يعني نعرف نسال، نطرح الاسئله بشكل مناسب بدون ما تجرح، يعني مثل ما كنا عم نحكي بالبدايه. مزبوط، ونستخدم المصطلحات، يعني تستعمل الكلمات المناسبه. يعني صح، اولا نبلش بالمصطلحات يلي حضرتك عم تستعملين كثير منيح، بس بعد في بعض الاشخاص بيستعملوا كلمات منا بقى دقيقه، مثل الشذوذ وهيدي ما بقى بنستعملها، لانه كمان هي نوع من التهميش، نوع من الاهانه. صحيح. بينما المثليين هي كلمه علميه وبتمثل فعلا مين هن هودي الاشخاص. دونك اول شيء المصطلحات، ثاني شيء نخلق مكان امن للاشخاص، ثالث شيء نفهم اكثر من شو المميزات تبعها لهيدي المجموعه او لهالفئه من الناس لنعرف كيف نخدمهم، يعني هن لشو معرضين اكثر، تنعرف نسال اي اسئله. دونك كان التركيز اكثر على هيدي الامور. قد ايه السبور العائلي مهم لهالاشخاص؟ كثير مهم. اول شغله اذا بدك قاعده الهرم هي العناية الذاتية، وهي اهتمام الأشخاص أو السبور سوسيال، أنه يكون أنا في عندي دعم اجتماعي، دعم اجتماعي من أصدقائي، من عائلتي، ومن مجتمعي المصغر. وهيدي كمان مهمة، وللأسف فيها تكون ناقصة عند الأقليات الجنسية. عندي سؤال ولو راح يكون شوي يا دكتور، ولكن كمان توضحه للمشاهدين. اليوم نشوف في جايز مزبوط، ولكن بنشوف يعني إذا بنحط أربع شباب حد بعضهم بنلاقي في اثنين يختلفوا مثلا بتغيير الشكل الخارجي، في علامات متشابهه بتحس بيشتغلوا عليها. يمكن ليش بنلاقي اشخاص بعدها محافظه على مظهرها الخارجي كرجل حقيقه،
ولو هي لو هو مثلي جنسي، وملاقي اشخاص لا مجرد ما تطلع فيهم في تغيرات كثير واضحه. اوكي، هلا هيدا موضوع كثير كبير وكمان فيه عده مفاهيم بس خاطئه، بس ملخص صغير يعني بس توضحه للمشاهدين. اوكي، هيدي وحده من المفاهيم الخاطئه، هي الارتباك بين المثلي الجنسي والشخص يلي مغير الهويه الجندريه او هويته الجندريه مانا ممتثله مع جنسه البيولوجي، مع نعم. جندره البيولوجي. نعم. التصرف الخارجي والمظهر الخارجي والصوت والنطق وكل هيدا ما له علاقه بالهويه الجنسيه، هودي شغلتين مختلفين. اوكي. معناته المثلي مش بالضروره يكون عنده تصرفات اذا بدك مختلفه عن جنسه البيولوجي او شو متوقع صحيح. من جنسه البيولوجي، نحن صحيح. بنتوقع من الرجل يتصرف بهالطريقه، نعم. هذا مفهوم اجتماعي صح. شوي، وبنتوقع من النساء تتصرف بطريقه صحيح. معينه. دونك هيدا الاختلاف ممكن يخلينا نوصل لهالمفهوم الخاطئ. دونك هيدي اول شغله. جاوبتك يمكن على السؤال صح؟ وهيدي بتشتغلوها مع الاشخاص لما شو هي؟ بيشعر عيادتكم شو هي؟ انه ما كتير يصير في تغير بالشكل، او هي من خارج عن ارادتهم؟ برجع بقول هي ما لها علاقة هلا، خارج عن ارادتهم يعني. أكيد أكيد. اوكي. هلا نحن كيف متابعة الأشخاص اللي هن هويتهم جندرية مختلفة؟ هو إذا بدك مشروع طويل ما فينا نشرحه بهالسهولة، بس أنا بهمني واصل للمشاهدين هيدا الفكرة، إنه في خاطئة اختلاف، يعني. هو مفهوم خاطئ، إنه في اختلاف بين الهوية الجندرية وكيف بتبين والهوية الجنسية أو الميول الجنسية اللي هي ما لها علاقة أبدا. لهيك نحن ما فينا من شكل الشخص نحكم على هويته الجنسية، وأصلا منه مهم. كيف لازم يعني كيف لازم تشتغلوا على الأهل، أو حتى يمكن إذا مش أنتوا كجمعية اشتغلتوا، كيف لازم الأطباء يجربوا يوصلوا الفكرة الصح للأهل تيصير في إذا بدك سبور مثل ما قلت بالبداية؟ لأنه بس تنطلق من محبة وحب داخل العائلة ما بقعد برا يهمك أي شيء. صح، نحن دورنا انه نعطي اذا بدك اثباتات علميه. نحن هذا كان اليوم بدي اوصل له، انك تقول لي بدي اعطي اثباتات علميه. نحن اليوم عم نحكي علم، يعني انا اليوم عم بحكي علم، ماني عم بحكي رايي الشخصي. والجمعيه كمان لما الجمعيه اللبنانيه للصحه الجنسيه كمان بتحكي علم، وهذا كل اللي نحن بدنا نعمله. هلا الاهل تقبلوا او ما تقبلوا هذا غير موضوع، صحيح. ولكن لما يعرفوا انه في كثير اشخاص مثليين موجودين حوالينا، وهيدي منا قافه ومنه مرض ولا شيء، وكل انواع التهميش ممكن تؤدي للانتحار. يعني حتى في دراسات بتفرجي انه المراهقين المثليين معرضين بعد اكثر من غيرهم 6 مرات او 8 مرات اكثر من غيرهم للانتحار. طب هيدا رقم كثير مخيف. لما نواجههم بهيدي اذا بدك المعلومات العلميه نتامل من انه يكونوا حاضنين اكثر. يعني كانك دكتور وضحت لي انه هذا مش قصه لا تربيه ولا خلل بالعائله ولا قصه انه بيخلق الشخص، ما بنعرف شو اللي بيخلي الشخص يكون مثلي وشو اللي بيخلي الشخص يكون مغير الجنس. طبعا في عوامل اذا بدك ما قبل الولاده، في عوامل تربويه، في عوامل ما بعد الولاده، بس ما بنعرف شو اللي بيخلي الشخص يكون مثلي وشو اللي بيخلي الشخص يكون مغير. بس بنفس الوقت بما انه نحن عم نقول انه المثليه الجنسيه منا مرض، وهي بكل بساطه هويه جنسيه مختلفه عن اللي بنشوفها عاده، مش بأي بالضروره عمر نفكر فيك تكتشف هويتك الجنسيه؟ كل الاشخاص، كل الاشخاص من مختلف الهويات الجنسيه بيكتشفوها بالمراهقه لما تبلش الحياه الجنسيه بشكل عام. من عمر صغير يعني. المراهقه لما نكتشف نحن جنسانيتنا وميولنا الجنسي عادة بيكون بهذا العمر. هون ببلشوا الأهل ياخذوا عند بسيكولوج وبسيكياتر ويسألوا أطباء ويجربوا يعملوا محاولات مع الأطباء. محاولات مظبوط. بتكون لازم. محاولات تغيير الهوية الجنسية أو الميول الجنسية باقت بالفشل بكل الدراسات يلي انعملت عالميا ومحليا. ما بتأثر بشيء، ما فينا نغير الميول الجنسية، لبل الأشخاص اللي بيتعرضوا لهيدا النوع من العلاجات رح حط علاجات بين هلالين، لانه هي منا مثبته علميا، عم يكون عندهم اذا بدك مضاعفات كثير سيئه على صحتهم النفسيه، وهون في اثبات علمي عليها، انه بيزيد الانتحار، بيزيد الكره للذات، بيزيد كثير. ليش بيصير عندهم هيدي رده الفعل؟ ليش بيصير عندهم هيدا رد الفعل؟ ليش بيصير عندهم الانتحار؟ لانه بيصيروا خايفين انه هذا المجتمع مش قادر يتقبلون، او اهله مش قادر يتقبلون، يعني او هو غلط. يعني عم تطلبي من شخص ما عنده قدره وما عنده قدره التحكم بميوله الجنسيه انه يغير ميوله الجنسيه، يعمل اشياء غير مناسبه، هي اول شيء. ثاني شيء التقنيات المستخدمه بالماضي كانت تقنيات بربريه شوي، يعني فيها كثير مثلا نستعمل دواء لنخليه يكون فيه مثلا تقيؤ او او او
دونك في كان اذا بدك علاجات بربريه تاثر كثير سلبا. وحتى هلا حتى لو انه توقفت هاي العلاجات، العلاج النفسي لما يكون مش لاحق الارشادات العالميه صح. او الارشادات المحليه، يعني انا عم اشتغل من راسي، ممكن كثير ضر المريض بحيالله مرض. اليوم الاهل بيجبروا اولادهم كانوا شباب وصبايا انهم يتزوجوا لو عندهم هذه الحاله لحتى يغطوا ولما يخلوا الناس تحكي عليهم وتيكونوا اهلهم مرتاحين نفسيا انه يعيشوا بالمقابل حياه المثل الجنسي. ما فهمت السؤال. يعني اليوم في اهل بيقولوا له لابنه انت اوكي مثلي جنسي بس نترجيك انه يكون تزوج امراه بالمقابل فيك تعيش حياتك بالسر، بدي مثلا تزوج وجيب اولاد، هيدا لارضاء الاهل مش لارضاء الولد. واوقات الشاب بيقبل للاسف وبيعيش معاناه اثنين، يعني نعم عم نحكي عن كذبه وخدعه. نعم عم نحكي عن الرجال المثليين صحيح، حتى نساء المثليات. للاسف هيدا واقع عم نشوفه كثير. نعم ما عندي تعليق، يعني ما عندي شيء اقوله على هالموضوع، بس هيدا واقع مؤسف طبعا، لانه كل الاشخاص عندهم اذا بدك كمان حسب المنظمه العالميه للصحه الوورلد هيلث اورجانيزيشن اصدرت ب 2008 بيان حقوق الجنسيه للانسان، يلي هي بتوازي حقوق الانسان وحقوق المراه وحقوق الطفل، يلي هي بنفس الاهميه، يلي هي انه الشخص بحق له يختار مين ما بده ليحبه، وبحق له يختار مع مين بده يكون بعلاقه زوجيه، ومع مين اذا بده يكون عنده انجاب او مش انجاب. صحيح، هون فتحنا على موضوع كبير. طيب دكتور، اليوم اوقات كثير بنقول هذا الشخص ما بيشبهنا وبكلمات كثير عن جد بنرجع بنجرح مره واثنين وثلاثه، وكانه هذا الشخص اذا كان مثلي جنسي صار مجرد من العاطفه ومن الاحساس ومن الحب ومن العطاء وكل هولي. هل بيشبهنا هالانسان هذا؟ طبعا، يعني كل شيء اثبت انه كل الاشخاص بتشبه بعضها، بالنهايه نحن متساويين، والانسان هو اللي بيخلق التمييز والتفريق والتهميش. ولهيك رح ارجع اذكر بالعنوان الاساسي لحملتنا لهيدا الاسبوع باسبوع الصحه الجنسيه، انه التهميش مضر بالصحه، مضر جدا بالصحه، صحه ككل، يعني حطيتوا انتم بالصحه النفسيه والصحه الجسديه من خلال المشاكل والامراض اللي بيعاني منها من عدم ثقته بالاطباء او الجهات المعنيه للتشخيص المبكر، وهون بنكون وصلنا لمضاعفات كثيره. صح. اليوم هالمره كان اسبوع بهيدا العنوان، هل في رزنامة عمل مستقبلية للسنة الجاية بلشتوا تشتغلوا عليها من هلا؟ هلا نحن دائما بكل نهاية أسبوع للصحة الجنسية الجمعية كلها بتجتمع، بنعمل خلوة ومنناقش استراتيجية للسنة اللي جاية والسنين اللي المقبلة. هلا عم نفكر بعنوان الحملة للسنة الجاية بعد ما قررنا شو هو، لأنه في عنا كتير أفكار وفي كتير مواضيع لازم نسلط الضوء عليها. بس طبعا هيدا الأسبوع رح يتكرر سنويا، ورح نكون عم نقدم معلومات علمية كل سنة عن سنة. بتنطروا بختام الحملة وبتشوفوا بيان ختامي وبتشوفوا شو اللي صار وشو اللي كان إيجابي وشو اللي كان سلبي طبعا، وبتشتغلوا على التحسين بالمرة الجاية على الأشياء اللي كان فيها لكونة صغيرة؟ صح 100%، هذا هدف الخلوة اللي بنعملها، وكمان لنناقش الاستراتيجية ونشوف أبعاد أخرى نحن ما كنا شايفينها قبل. وهون أنا بحب أشكر يعني زملائي، هن أطباء عن جد عندهم معرفة كتير، وأنا بفتخر أني بنتمي لهيدي الجمعية، لأنه دايما التفكير هو بمصلحة الأشخاص طبعا، وبتحسين خدمات الصحة اللي عم نقدمها، خاصة خدمات الصحة الجنسية. يعني أنا ما في شيء بيجبرني أني أتقبل آخر، بس في شيء بيجبرني أني أحترم الآخر رغم كل اختلافه عني. صح، مظبوط، هيدا ملخص. يعني في انا ما اتقبله، في ما اتعاطى معه، بس ما بحق لي ان انا همشه او اقلل تهذيب من الناحيه ان كان بالحكي او بالتصرف او بالاهانات اللي طالعه او بالكلمات اللي اوقات نستعملها كتسليه بتكون طريقه جارحه. عن جد بقول لهم انا مثل السهم بيجي بقلب الانسان. صح، هيدي اذا وقفناها وتعاوننا كلنا انا نتعاون او نتعامل بالطريقه يلي بنحترم حالنا فيها تنحترم الآخر بتكون طريقة المثلى. بتخيل. صح. شو نصايحك دكتور شادي لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا، إن كان أهل إن كان أشخاص ما عندهم مشكلة المثلية الجنسية، أو حتى الأطباء أو حتى الدولة أو حتى القضاة، شو بتقول لهم؟ أنا حابب أختم بس أول شيء بشكر لك على موضوعيتك بمعالجة هذا الموضوع، لأنه ممكن تعرفي في ناس بيستخدموه بطريقة لا يلفتوا اذا بدك ليجيبوا عدد مشاهدين، وما ما بيعالجوا الموضوع بشكل علمي، ونحن اليوم عم نحكي علم. الرساله الاساسيه مثل ما حضرتك قلتي، تهميش مضر بالصحه،
خلينا نعامل الأشخاص باحترام، خلينا نعامل الأشخاص من دون تمييز، خلينا ما نخوف الناس إنها تجي عند مقدمين خدمات الصحة، بالعكس خليهم يجوا، خليهم يكون عندهم أحسن نوعية حياة ويكون صحتهم الجسدية والنفسية بخير. هيدا نحن همنا. من بعدها يا ريت انه القوانين اللي عم تستخدم بشكل غلط تنلغى، لانه بعد بلبنان في الماده 534 بعد عم تلاحق هول الاشخاص وبعد عم يتم توقيفهم، ما هيك؟ بشكل تعسفي، لانه هو ما بيذكر المثليه الجنسيه، هو قانون مبهم شوي. صح. بيحكي عن العلاقات الجنسيه الخارجه عن الطبيعه. صحيح. بس بما انه عم نقول نحن المثليه الجنسيه منا مرض وهي طبيعه، القانون ما بينطبق عليها من اساسه. عامل انه ينلغى هذا القانون بالمستقبل كمان. أنا بدي أتشكرك دكتور شادي إبراهيم، بدي أطلب من كل مشاهد عم يتابعنا اليوم أنه عن جد ما يهمش أي إنسان، لأنه بضر بصحته، وبعني بصحته من كل نواحيها، الصحية النفسية والجسدية. حتى أوقات يمكن حدا من أفراد عائلتنا ينتحر بسبب نحن عدم معرفة التعامل معه بالطريقة الصح، على أمل أنه كل شخص يعبر عن مشكلته قدام طبيبه، ينبش على الطبيب يلي بيوثق فيه ويخبره كل شيء عم بيواجهه بحياته، لا مع الطبيب يتعاون ويوصلوا لصحة أفضل عند كل هيدا الأشخاص، على أمل يصير عندنا وعي أكثر وتقبل أكثر واحترام أكثر لكل إنسان بيختلف عنا. نحن مش فوتوكوبي، نحن الله خلقنا كل واحد يختلف عن الآخر، وهيدي ميزة الإنسان، كل واحد يتمتع بجماله بكاركتير يمكن بفوق أي شخص آخر، ما في حدا يزيد على حدا. أنا دايما بنهي حلقتي وبقول ما في حدا فوق راسه خيمة، إن كان بالأمراض وحتى السرطانية وإنما بالأمراض النفسية وحتى بالحالات اللي حضرتك عم تحكي عنها. في عنا مشاكل كتير ببيوتنا نهتم فيها ونجرب نساعد برا مش نهشم برا. شكرا لك واهلا وسهلا. ميرسي. شكرا، يعطيك العافيه. مشاهدينا لهون تنتهي حلقتنا، بذكركم وكون فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. موعدنا بيتجدد بنفس الوقت مع ضيف جديد. الله معكم.